هنستكمل الجزء الثاني من المحاضرة الثانية الخاصة بوسائل التعبير المعماري. المحاضرة دي بتتكلم عن رسم المسقط الأفقي ورسم القطاعات. الجزء ده من المحاضرة هيتكلم عن رسم المسقط الأفقي وطريقة بيان العناصر اللي فوق خط القطع، العناصر الإنشائية والعناصر اللي أسفل خط القطع، وطريقة اختيار مقياس الرسم وإيه علاقتها بالتفاصيل اللي هتبان في المسقط، والخطوات الخاصة برسم كل من المسقط الأفقي وقطاع. الرسم اللي أمامنا ده بيوضح لنا أكتر من مجسم بأشكال مختلفة ليهم نفس المسقط الأفقي. طبعا ده يعني لو هنكتفي بالمسقط الأفقي كبيان يعني أو كمعلومة مش كافي بالمرة إن احنا نعرف شكل الروف ده أو السقف ده أو التغطية دي بتاعة المسقط شكلها إيه، فاحنا بالتالي احنا بنحتاج قطاع أو بنحتاج وجهات عشان نعرف الشكل ده عامل إزاي في يعني كثلاثي الأبعاد. هنبدأ نتكلم عن إزاي نرسم المسقط الأفقي. أي فراغ طبعا بنعيش جواه هو مش مساحة ثنائية الأبعاد، لا بالعكس هو عبارة عن حجم بيتكون من طول وعرض وارتفاع، يعني زي ما احنا شايفين كده ده الفراغ اللي احنا بنسكن فيه أو بنقعد فيه. طيب أنا عايز المسقط الأفقي، أنا بعمل إيه؟ باجي عند ارتفاع متر ونص وبقطع مستوى قطع وأشيل الجزء اللي فوق ده كله. طيب زي ما احنا شايفين هنا هو كده. ايه المعلومات اللي بنستفيد منها او بنخرج منها من المسقط الافقي؟ المسقط الافقي بيبقى وسيلة بيان لاماكن الفتحات زي ما احنا شايفين، عروض الفتحات، مساحة الفراغات وطريقة الفرش، وكمان بيبان فيه التغيرات اللي في السقف. يعني لو انا عندي زي ما احنا شايفين هنا كده الخط الداشت ده بيعبر عن انكسار الروف او السقف بتاع البيت. المسقط الافقي برضو بيبان فيه عناصر الحركه زي ما احنا شايفين كده السلم او ان كان مصعد، طبعا السلم ده هنتكلم عليه في المحاضره القادمه ان شاء الله. المسقط الافقي برضو بيبين المداخل زي ما احنا شايفين لو كان دور ارضي، وبيبين علاقه المبنى بالموقع اللي حواليه سواء كان دور ارضي او دور متوسط. برضو من المعلومات اللي بتبان في المسقط الافقي هي مواد التشطيب، لو في تبليط الارضيه زي ما هنشوف بعد كده بيحصل في المطابخ والحمامات، او لو في فرق بين ارضيه مكان ومكان اخر، ده بيبان بطريقه برزنتيشن معينه زي ما هنشوف بعد كده في الامثله الجايه ان شاء الله. الرسم اللي قدامنا ده بيبين الخطوط الداشت او زي ما احنا شايفين الداشت لاينز دي اللي بتعبر عن وجود تغير في العناصر الانشائيه اعلى خط القطع. اي عنصر انشائي structure system يعني structure، كاميرا، عندنا بيمز، عندنا سلابس، سلاب يعني بلاطة، بيم يعني كاميرا. أي كاميرات في السقف أو في تغير في السقف بتاعي في المبنى بتاعي بيبدأ يبان يظهر في المسقط الأفقي. طبعا ده مهم جدا 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 لو أنا هصمم إضاءة أبقى عارف إن في فرق من المنسوب أو الليفل، يعني منسوب يعني ليفل، فرق بين الليفل ده في السقف والليفل ده في السقف. طبعا أنا لو عندي سكشن هيبان إن الجزء ده عامل كده، مايل كده بالشكل ده. طبعا انا برسم مساحه ده تاني خالص، انا لو برسم سكشن هيبان قصادي حاجه عامله كده. انا لازم وانا بصمم ابقى عارف ان السقف بتاعي عامل كده، فابدا بقى هصمم مثلا قاعده معينه انكلوزد تحت الفراغ السقف الواطي ده، وابدا اعمل لها وحدات اضاءه بهذا الشكل مثلا، عارف ان هنا في سقف مايل، فابدا افكر في نجفها بشكل معين او طريقه اضاءه بشكل معين. فوجود العناصر دي مهم جدا جدا جدا، وعدم وجودها يعتبر يعني فشل للمهندس يعني ان هو يعبر بالرسومات بتاعته. طب ايه الخط الداش دي؟ زي ما بنقول كده بلاطه او شيد بروز من عنصر انشائي، بحيث ان هو يعني زي ما احنا شايفين ادي الحته بتاعتنا. زي ما احنا شايفين كده مساحة تاني معلش. عندي الباب بتاعي جوه هنا وجنبه شباك، ممكن نلونه عشان خاطر بس يبقى باين ده شباك، وبعدين نكمل المظلة بتاعتنا. كل ده بقى مش باين. هنا الرسم بيوضح مثال اخر، مبنى تصميمي. الفكره عباره عن مبنى سكني مكون من كتلتين، كتله في الدور الارضي وكتله فوقيها
متحركة على زاوية بحيث ان الكتلتين راكبين فوق بعض وعاملين فراغات كده خارجية يعني ايه مشتركة لطيفة زي التراس اللي احنا شايفينه، وعاملين برضو زي مظلة للكتلة السفلية. طيب احنا لما نيجي بقى نقطع في الدور الارضي هنا على متر ونص، ايه اللي بيحصل؟ عارفين اهو هنقطع على متر ونص ونشيل الجزء اللي فوق ده كله بما فيها الكتلة الاعلى دي. اللي بيحصل ان الكتلة دي عبارة عن عنصر انشائي او كتلة فوق خط القطع، لازم يبان الحدود بتاعتها في المسقط الافقي زي ما احنا شايفين هنا كده. الخط الاحمر ده هو حدود الكتلة الاعلى. طبعا احنا مش بنبينها بلون مختلف بس ده عشان خاطر يبان بالنسبة لكم يعني المعنى اللي انا اقصده، فهو بيبان داشت لاين. عندنا مثال اخر، دي بافيليون او يعني زي كده مبنى صغير مقفول في جنينه او في حديقه. المبنى ده لو جينا رسمناه هيبقى عباره عن، لو بصينا له من فوق زي اللي اوت كده، طبعا احنا شايفين هنا سقف وشايفين هنا سقف. السقف ده اللي تحتيه الغرفه، الغرفه دي، وفي السقف التاني ده اللي هو تحتيه الفراغ اللي ممكن نعدي منه من غير باب ولا شباك، وجواه الكرسي ده. طيب انا لو قطعت على متر ونص ايه اللي بيحصل بقى؟ قطع على متر ونص هنا كده وعلى متر ونص هنا كده، هشوف ايه؟ انا هقطع هنا في الجانب اللي احنا شايفينه ده في الزاويه دي، هشوف هنا الحائط بتاعنا ده شايفين هنا كده، كل ده حائط انا قاطع فيه. وبعدين هشوف الازاز اللي قدامي، شايفين الميل اللي قدامي هنا في الازاز ده بالشكل الغريب ده، ده موجود هنا في مثلث هنا كده. طبعا الحاجات دي انتوا هتتعودوا عليها بعد كده بقى عينيكوا هتاخد بالها يعني هتاخدوا بالكم من الحاجات دي. اي انحراف في زاويه او اي خطين مش متوازيين هتبداوا تحسوا بالحاجات دي جدا يعني. طبعا هو عاملها لغرض تصميمي يعني مش عاملها كده غلطه يعني. الجزء اللي احنا بنتكلم عليه باقي الجزء الحيطه اللي احنا قاطعين فيها هي دي بس. طيب احنا دلوقتي يبقى دي الحوائط اللي انا قاطع فيها. طب على متر ونص ايه اللي مطلوب ارسمه تاني؟ ايه المعلومات اللي فاضله ان انا ارسمها في المسقط ده؟ عندي ثلاث اشياء. اول حاجه رقم واحد هي السلمه اللي انا واقف عليها دي. السلمه دي ما دام هي تحت خط القطع يبقى هتبقى elevation line. طيب اللي انا قاطع فيه ده اسمه cut line. طيب الداشد لاين ده بقى بتاع ايه؟ ده رقم اثنين، ده الداشد لاين، ده بتاع السقف اللي فوقيه، حدود السقف اللي فوقيه. عندي حاجه رقم ثلاثة هي الفلاور بوكسز اللي في الارض دي، انا برضو مطلوب مني ان انا ارسمها بس بالاليفيشن لاينز. يبقى احنا اتفقنا ان البلان بتاعي بيبقى فيه كات لاينز، اما قاطع في بريك او في كولم، كولم يعني عمود، بريك وول حيطه، او قاطع في عمود خرسانه ار سي reinforced كونكريت كولم، حسب يعني. في الاغلب احنا بنشتغل اغلب تصميماتنا خرسانه مسلحه. لو المبنى بتاعي تصميمه مختلف بقى فيه ستيل ستراكشر او حاجه زي كده بيبدا طريقه التعبير تبقى مختلفه. يبقى الكات لاينز احنا اتفقنا البريك وول كولم الار سي كولم، وعندنا الدورز الاوبننجز يعني الدورز اند ويندوز، وعندنا كمان الاليفيشن لاينز بتاعه ايه بقى؟ بتاعه لو في سلمه، لو في جلسه شباك او باب، وده هنشوفه في المحاضره الجايه ان شاء الله. انا لما هرسم البلان عندي اكتر من نوع من الخطوط، عندي الكات لاينز خطوط القطع، ودي انا قاطع فيها في حوائط وولز، في عناصر انشائيه كولومز، وعندي اوبننجز فتحات، الفتحات دي يا اما باب او شباك او ارش، وعندي اليفيشن لاينز يا اما جلسات ويندو سيلز، طبعا هنعرفها في الجزء بتاع الباب والشباك، او عندي ستيبس او ستيرز كام درج او سلالم. اللي انا يعني دول لو تحت خط القطع، ما دام تحت خط القطع يبقى هيتشافوا اليفيشن. عندي نوع ثالث من الخطوط هو الداش لاينز، وده اللي بيعبر عن الاليمنت above cut lines. الخطوط دي بتعبر عن اي تغير في السقف او الروف، او بتعبر عن overhang سلابس، بلاطه طايره فوق السقف. عفوا. طيب انا دلوقتي خلاص هرسم المسقط بتاعي، لازم اكون محدد مقياس الرسم. مقياس الرسم ده بيعتمد على حجم المبنى او ابعاد المبنى. لو المبنى صغير هبدا اعبر عنه بمقياس رسم زي 1:50. لو مساحه المبنى ده ضعفت مثلا 10 اضعاف هبدا لازم اصغر، مضطر اصغر مقياس الرسم على الاقل في اماكن في الاوفرول بلان يعني، او في البلان مسقط المجمع. انما لو في تفاصيل او مباني كومبلكس صغيره ببدا اعملها بمقياس رسم اكبر شويه. مقدار التفاصيل بيبدا يزيد في المقاييس الرسم زي 1:50، بيقل طبعا لو هنرسم في 1:100، 1:200، 1:400، بيبقى يعني حاجه مش باين فيها تفاصيل بالمره. اول خطوه بنعملها عشان نرسم المسقط بتاعنا بنبدا نوصله في اللوحه بتاعتنا، وبنبدا نوقع الابعاد الكليه التوتال دايمنشنز. الابعاد الكليه دي من ابعاد الكليه للمحاور بتتوقع على اللوحه،
عشان خاطر نبدأ بقى نشتغل من الأكبر للأصغر، من التفاصيل الأكبر للتفاصيل الأصغر، عشان ما ننساش حاجة. دايما كده لما نشتغل نرتب أفكارنا بحيث إن احنا نشتغل التفاصيل الكبيرة وبعدين التفاصيل الأصغر، فالأصغر فالأصغر. تاني حاجة هنبدأ نعملها إن احنا هنفكر إيه العناصر الإنشائية اللي محتاجها التصميم بتاعنا ده، عشان خاطر ده الدور الأول، يعني دور المعماري الأول إن هو يعرف فين الأماكن بتاعة الـ structure systems، هو اللي بيحددها، مش بيعتمد على المهندس الإنشائي إن هو اللي يحطها. لأن احنا لو عملنا كده ممكن المهندس الإنشائي يحط العمود في وسط فراغ مثلا، فراغ ده فراغ معيشة، أو يبدأ يكبر من مساحته مثلا في ظنا منه إن ده أحسن للتكلفة. فالمهندس المعماري لازم يحط الخطوط العريضة لأماكن العناصر الإنشائية. طبعا احنا الجزء ده من التفكير يعني أو من التصميم محتاج مواد مكملة، احنا بناخد خرسانة وبناخد إنشاء معماري، فيعني أنا هقول معلومات بسيطة جدا 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 مش وقتها إن احنا نركز فيها، بس نبقى عارفين إن في عناصر إنشائية وفي عنصر إنشائي في المكان ده، وإن احنا بنحط له مقاس اعتباري مثلا يعني يعبر عن المينيمم دايمنشن للستراكشر، لحد ما كل سنة يعني كل سنة بنكبرها بنبدأ نضيف للمعلومات دي من ناحية الديزاين في الستراكشر سيستم والأركيتكتشر ديزاين مع بعض. لو أنا هفترض إن أنا عندي أوضة 4 متر في 4 متر، فهي محتاجة أربع عناصر إنشائية بيتحمل أربع أعمدة بينتقل الحمل عليها للقواعد اللي تحت. طيب البلاطة بتاعتنا بتتحمل على الأربع أعمدة دي، ممكن السبان ده، يعني إيه سبان؟ السبان ده هو البحر، المسافة بين العمود والعمود، السبان ده يوصل من 4 متر ممكن يوصل لحد 8 متر بأربع أعمدة، تمام؟ يبقى السبان بتاعنا ممكن من 4 متر لحد 8 متر من غير يعني زي ما احنا هنشوف كده 8 متر في 8 متر بأربع أعمدة، تمام؟ طيب في النص بقى بيبقى فيه كمرات، حاجة بقى كده هنشوفها في الجزء بتاع العناصر الإنشائية. كل مرة هنعرف معلومة تتراكم فيها معلومة أخرى، فمعلش مش عايزين نقلق ولا نلخبط نفسنا، المعلومات دي إضافية بتاعة structure system عشان نعرف نقرأ اللوحات. طيب بعد ما بدأنا نعرف أماكن العناصر الإنشائية بتاعتنا فين، بنبدأ نحط أو نستخدم الشبكة. الشبكة دي الجريد اللي معانا دي شبكة موديولية. في العمارة عندنا في مصطلح مهم جدا اسمه الموديول. طبعا انتوا لازم بقى تدوروا على الموديول ان اركيتكتشر وتشوفوا ايه هو الموديول ده. الموديول ده وحدة مقاس بتعتمد على أبعاد الإنسان، وبنبدأ نطلع منها أبعاد أشياء أخرى زي الفرش وأبعاد للفراغات، وبنبدأ نشتغل منها في تحديد المساحات الداخلية بتاعتنا. طيب هل الموديول ده ثابت؟ لا مش شرط، احنا عندنا الموديول بتاعنا ممكن يبقى ريجولار جريد، شبكه منتظمه. وطبعا احنا بقى انتوا هتدوروا بقى وتعرفوا ايه الموديول ده مقاسه كام وازاي. ممكن يبقى الموديول ده ريتمك جريد، يعني شبكه فيها رتم، الريتم ده تكرار، فيها التكرار، يعني احنا مثلا عندنا ايه المقاس ده، ايه المقاس ده، بي ويلي ايه ويلي بي، مثلا 2 متر 5 متر 2 متر 5 متر وهكذا. ممكن يبقى الموديول ده 45 درجه، يعني على زاويه 45 درجه، او زي شكل خلية النحل كده مثلا زاوية 60، أو بيدخل فيه أشكال تانية زي الدواير زي ما احنا شايفين. كل ما هتتفرج أكتر على مشاريع هتبدأ عينك تقرأ الجريد بتاعة المشروع ده عاملة ازاي. ممكن يبقى الجريد غير مرئية، هو شغال عليها بس مش باينة قوي، مش منعكسة قوي على التصميم، ودي شطارة المهندس المعماري. الرسم اللي قدامنا ده بيبين نفس الشبكة الإنشائية أو نفس الموديول لمشروعين، واحد منهم كلاسيك يعني كلاسيك 100% المشروع ده، والمشروع ده حاجه مودرن يعني زي ما احنا شايفين. طبعا نفس الجريد بس التناول بقى في التصميم مختلف زي ما احنا شايفين. ادي الجريد اللي على الشمال دي باين فيها ازاي ان العناصر الانشائيه متماشيه مع الجريد وكمان الحوائط زي ما احنا شايفين. هنستعرض سريعا خطوات رسم المسقط الافقي. بنبدا نشتغل يعني اول خطوه بخطوط عمل خفيفه جدا. خطوط العمل دي بنبدأ نشتغل الخطوط العامة والأبعاد الكلية عشان الخطأ بتاعنا ما يتراكمش، يعني باخد التوتال دايمنشن وأبدأ أقسمه عشان لو غلطة في غلطة ممكن يعني ممكن كل مقاس أبدأ أحط مقاس وأحط مقاس وأحط مقاس، في الآخر هيجمع لو طبعا في خطأ إنساني بيجمع جزء زيادة. فباخد الطول الإجمالي والطول الإجمالي في الطول والعرض وأبدأ أقسم من جوه، وبعدين بشتغل بقى التفاصيل. أول حاجة بنشتغل المحاور الأكسيز، تمام؟ بعد كده بنشتغل الوولز وبنحط الستراكشر وبنفتح زائد الاوبننجز فتحات، وكمان في الخطوه اللي بعدها بنبدا نشتغل اكتر على الاوبننجز ان ديتيل وبنحط الستيرز. الاوبننجز ان ديتيلز عباره عن رسم الابواب، تفاصيل الابواب والشبابيك.
وبنبدأ نحط لو في عناصر فرش في النيتشر، ده اللي دكتور هدير إن شاء الله هتعلمه لكم. هنبدأ نتكلم إزاي نرسم قطاع، والقطاع ده من أهم البيانات اللي بتبقى بتعبر عن أي تصميم. الجزء الأول اللي بنبدأ بيه هو تحديد مكان القطاع. مكان القطاع ده يعني بيوضح قد إيه التفاصيل اللي إحنا عايزين نعبر عنها. إحنا بنقطع في مستوى، المستوى ده رأسي، وبنشيل طبعا الجزء اللي احنا قاطعينه ورا المستوى ده، وبنبدأ نبص في الاتجاه ده. طيب زي ما احنا شايفين هنا في الايزومتريك ده، ادي مستوى القطع بتاعنا، وادي الجزء اللي شلناه، وادي القطاع بتاعي. طبعا القطاع بتاعنا ده زي ما احنا شايفين في خط قطع بهذا الشكل، دي الحيطة اللي انا قاطع فيها. لو ده ازاز مش هسود الحيطة، تمام، وادي الحيطة فوق، وفي شباك صغير هنا، وادي حيطة تاني، وادي سقف أرضية الدور الميزان اللي فوق. وأنا قاطع هنا زي ما احنا شايفين، قاطع في السلم خط الأرض. القاطع لازم يكون مستقيم ما بيتغيرش متحركش. أنا قاطع هنا في السلم وشايف بقية النص التاني من السلم elevation، فزي ما احنا شايفين كده اللي أنا بسوده ده أو بهشره، تمام، هو اللي أنا قاطع فيه، والباقي ده خطوط elevation، ده قاطع في الباب مش هنسوده، تمام. وزي ما احنا هنوضح كده، في عندنا انواع الخطوط اللي احنا اتفقنا عليها في الكات لاينز، هي اللي قاطعة في الوولز والكولومز، وفي عندنا الاليفيشن لاينز اهي، بس القطاع مش هيبان في داش لاينز. ده مثال اخر لمبنى، ادي اللاي اوت بتاعه مش ببين اي بيان عن السقف ده مايل او عدل او منحني زي ما نقول بكيرف. يعني المستوى القطع زي ما احنا شايفين اهو، خط القطع اهو، وببدا اقطع، فبيبان لي تفاصيل طبعا مهمه جدا، منها ميل السقف ده، منها وجود جزء بارز او جزء جوه غاطس جوه المظله دي. تحديد مكان خط القطع معلومه مهمه جدا جدا، لازم افكر فيها قبل ما اخدها. اولا في كل على كل الاحوال يعني، او في كل الاحوال بنختار اهم الاماكن اللي ينفع نقطع فيها، وبنبص في اكتر يعني بنبص في الجانب اللي بيبين تفاصيل اكتر. يعني اغلب الاحيان احنا بنقطع في المدخل وبعدين بنبص في الناحيه اللي فيها تفاصيل اكتر، وقطاع واحد مش كفايه. يعني ايه زي تعطفك برضو مش كفايه، القطاع الواحد ده مش باين كل التفاصيل اللي احنا محتاجينها. وخلينا نفتكر ان اغلب الاورثوجرافيك بروجكشنز او الاستقاطات المفروض تكون مرتبطه ببعض، لو هحط قطاع احطه جنب الواجهه بتاعته اللي شبهه. طيب انا دلوقتي عندي خط القطع بيمر في الفتحات الاوبننجز الدور ويز الابواب، واي تغير في السقف او مستوى الارضيه، فهو القطاع بيبين زي ما احنا شايفين هنا كده، في عندي هنا دبل هايت، طبعا احنا المصطلحات دي لسه هنمر عليها، ده دبل هايت بيبين قد ايه في فرق ارتفاع هنا في الدور ده عن الدور اللي تحت. ما ينفعش ابدا ابدا نقطع في عمود، يعني مثلا يبقى عندي العمود كده في البلان واقوم انا قاطع فيه كده، لا، انا اتجنب ان انا اقطع في ستراكشر، لان انا ده هيديني كده يعني زي ايه فولس يعني انديكيشن عن الحائط ان انا قاطع في حائط. ومن المفضل ان احنا نحط هيومن فيجرز يعني او رسم الانسان تو سكيل، بحيث ان احنا نبين الارتفاع الفراغ ده مناسب ليه ولا لا. وبرده القطاع بيمتد ان هو يقطع في الموقع بره او في الارض بره عشان يورينا علاقه المبنى بالارض اللي حواليه. المثال اللي امامنا ده بيبين كتله مركبه من اشكال هندسيه مختلفه، هرم وبعدين كتله مستطيل وكتله اصغر منه شويه وكتله تانية امامه، طبعا هم كلهم مجمعين بالاضافه، يعني كل دي اديشنز لاشكال اساسيه. طيب انا ليه قطعت هنا في السكشن ده في المكان اللي انا بشاور عليه ده؟ انا قطعت هنا عشان في بيانات ناقصه انا محتاج اكملها من خلال رسم القطاع. انا عندي اربع وجهات، ادي واجهه elevation 1 وهنا elevation 2 elevation 3 و elevation 4، بس انا محتاجه مثلا ان اعرف تفاصيل الواجهه دي عامله ازاي، فببدا اخد سكشن هنا يبين لي شكل القطاع وعلاقته بجزء ده من الواجهه. زي ما احنا شايفين اهو، ادي الجزء اللي انا قاطع فيه، ده القطع بتاعي، معلش هي رسمه صغيره شويه مش واضحه، بس يعني انتوا اكيد فاهمين انا قاطع هنا وعلاقته بقى بايه بباقي المبنى او الكتله دي. عندي برضو علاقه تانية غير خط القطع، الخط الارض بتاعي لازم يعني خط القطع نختاره في مكان يبين علاقه المبنى بالارض،
شايفين هنا علاقة المبنى بالأرض قوية جدا جدا جدا، وإن الأرض دي مجمعة بين الكتل دي كلها، هي العنصر المشترك بين الكتل دي كلها. فأنا لو خدت مسقط مثلا هنا في الليفل ده، مش هيبان لي بقية التفاصيل الغنية دي من علاقات وعناصر حركة وفرق ارتفاعات بين الكتل دي كلها. يبقى احنا لازم نختار خط القطع في مكان يبين تفاصيل وفكرة المشروع. في مشروع فكرة، المشروع مثلا فكرته في القطاع، في مشروع فكرته في التغطية وفي اللاي اوت، في مشروع فكرته في حل الفراغات الداخلية. ممكن يبقى المشروع جامع اكتر من فكرة، بس انا بتكلم عموما ان السكشن ده ممكن يبقى فكرة هايلة، يعني يجمع اكبر فكرة، يعني احسن فكرة في المشروع، مش عارفة اقولها، يجمع فكرة قوية للمشروع. هنتكلم على خطوات رسم القطاع. طبعا احنا بنرسم القطاع من المسقط الافقي. انا عندي البلان بتاعي اهو، وببدا وعندي طبعا راسم الاكسيز المحاور بتاعه البلان بتاعتي، وراسم الحوائط وراسم العلاقات والاستراكشر وهكذا، وببدا انزل بخطوط عمل، امد خطوط كده وابدا ارسم القطاع بتاعي. بعمل ايه اول حاجه؟ بحط الليفلز بتاعتي. انا عارف ان انا عندي الارضي ببدا من الزيرو، وبشوف انا عندي منسوب او ليفل المبنى بتاعي بادئ من كام، وبشوف ارتفاع الدور قد ايه، بشوف شكل السقف عامل ازاي، وابدا ارسم التفاصيل دي كلها كده ان بارالل مع بعض، بيترسم مع بعض. اول حاجه عندي رقم واحد الخطوط العمل working lines، ببدا اتقل بعد كده على الحوائط، وبعدين بعمل بقى البرزنتيشن تكنيكس زي ما دكتور احمد هيديكم في المحاضرات الجايه ان شاء الله. بتختلف مثلا من طريقه برزنتيشن هاديه لحاجات اقوى شويه لو انا عايز اعبر عن، يعني اعمل كونتراست عالي او اوضح قوي الفرق بين الفويد والوولز، او بطرق كده زي ما احنا شايفين. طيب عشان ارسم القطاع بتاعنا ده انا محتاج ايه؟ محتاج انا ارسم الحوائط الاساسيه. انا عندي المحورين الاساسيين اهو، هنرسم قطاع الغرفه. تمام، وهبدا انزل الحوائط بتاعتي. معلش كل دي خطوط خفيفه جدا، احنا ممكن نغير ال مفيش جراي. نبدأ نرسم حوائط، ننزل الحوائط بتاعتنا. وعندي انا عارف ان بحط المناسيب بتاعتي او الليفلز بتاعتي ايه. الليفلز اللي عندي، عندي الزيرو طبعا انا بكتبهم، بس كده احنا مش محتاجين نكتبهم دلوقتي، احنا بنرسمهم الاول. عندي مثلا الدور الارضي على منسوب 0.45، يعني حوالي 3 ستيبس. لسه هنشرح السلالم. وعارف ان الكلير هايت، يعني ايه الكلير هايت؟ الارتفاع الصافي للسقف مثلا 3 متر، وابدا اوقع 3 متر، وهبدا ارسم بلاطه السقف. البلاطه دي هنتكلم عنها في المحاضره الجايه. تمام، ليها سيكنس كده معين نشرحه، وابدا اقوم موقع كمان. ادي الخط اللي جوه. عندي بقى هنا اوبننجز، عندي هنا باب في الحيطه دي، عندي دور، وعندي هنا ويندو، وعندي هنا دروة. يعني ايه دروة؟ عندي بارابت هنا، سور كده للسطح بتاع الأوضة دي، هنعتبرها أوضة يعني ايه صغيرة كده. طيب أنا محتاج أرسم الفتحة بتاعتي، هنتكلم عن أبعاد الفتحات في المحاضرة الجاية، بس احنا يعني بس بنرسم ايه كده عشان نبقى عارفين ايه الأبعاد اللي احنا محتاجينها. احنا محتاجين المقاس ده، ده الويندو سيل، محتاجين الجلسة، ومحتاجين ارتفاع اللينتلز العتب، محتاجين الكلير هايت، محتاجين الثيكنس اوف سلاب، سمك البلاطه، ممكن نعدهم كده. محتاجين واحد عرض الحائط، سمك البلاطه، دي العناصر الانشائيه. محتاجين رقم 3 ارتفاع الصافي، محتاجين جلسة الشباك، محتاجين العتب، محتاجين كمان دروة السطح دي رقم 6 عشان نبدأ نرسم القطاع. طيب احنا بقى كده ممكن نرسم كده، نسود السكشن ده لو انا قاطع فعلا. ادي الكات لاينز بتاعتي، طبعا النسب بتاعتي يعني مش مظبوطة قوي، بس يعني سامحوني عشان الدروينج تابلت ده مش مريح قوي. تمام، وادي الارض بتاعتي، وادي الثلاث سلالم اللي انا قلت لكم عليها. طبعا ده زي ما احنا اتفقنا في اللبن،
ده ال elevation line وده ال cut lines، ده خط تقيل خط قطع وده خط elevation، ده كمان خط elevation. تمام، ان شاء الله اشوفك في المحاضرة الجزء الثاني من المحاضرة.